وذلك بطبيعة الحال بسبب أن تكون هذه الحياة حياة انسجام بين الجانبين. وجاءت الأخلاق في القرآن الكريم لتكون سدا بين كل واحد من الرجل والمرأة والوقوع في الفحشاء والرذيلة. فالله سبحانه وتعالى يوجه الجنسين معا التوجيه السليم. يقول سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويبين سبحانه وتعالى أن هذه الآداب إنما هي حفاظ على مكانة المرأة وكرامتها وصون لشرفها ومنزلتها، إذ يخاطب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يخاطب أولا أقرب قرابته نساءه وبناته، يخاطب بيت النبوة أولا بأن يلتزم بهذه الآداب وأن يتقيد بهذه الأخلاق والفضائل، يخاطب بيت النبوة بذلك، ثم يخاطب نساء المؤمنين عامة. الله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. تجد أن الله تعالى يعلل هذا الأمر الرباني بقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، بل نجد كيف يوجه نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الالتزام التام والحشمة والوقار في التعامل مع الرجال جميعا، مع أنهن أمهات المؤمنين وكل واحد من المؤمنين يرعى حرمتهن أكثر مما يرعون جميعا حرم أمهاتهم اللواتي ولدنهم، رعاية لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهن في ذلك المجتمع النظيف وتلكم البيئة النقية الصافية، بيئة النبوة وبيئة الصحبة الشريفة، بيئة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. درى مع هذا كله كيف يخاطبهن الله سبحانه وتعالى بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إن كان في ذلك الوقت يخشى على أمهات المؤمنين أن يطمع فيهن أحد في قلبه شيء من المرض، فما بال هذه البيئات المتعفنة والأجواء المسمومة التي انتشرت فيها الرذيلة والفحشاء، ما بال هذه الأجواء يؤمن على المرأة فيها. والحق سبحانه وتعالى يبين أن ما خاطب به أمهات المؤمنين إنما هو لأجل الطهارة والنزاهة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ثم يعلل ذلك بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه هي الآداب التي صان بها الإسلام مجتمعاته وحافظ بها على كرامة أبنائه وبناته. هذه هي الآداب التي عششت في أجوائها الفضيلة وانتشرت في محيطها الأخلاق الكريمة، حتى صارت الأمة محكومة بالأخلاق والآداب. ولكن ما الذي وقع؟ هل تركت المرأة آمنة مستقرة في حرمها الأمين في بيتها الذي هو تخت مملكتها، لتربي أولادها ولتسعد زوجها ولتستقر في كنف زوج يحبها وتحبه ويرعاها وترعاه، يتبادلان الشفقة والرحمة والحنان؟ هل تركت أو أنها أريت من لباس الفضيلة وجردت من جلباب الحشمة والوقار، ولذ بها لذا لتختلط مع الرجال في شتى المجالات، في العمل وفي التعليم وفي التعلم وفي كل مجال من المجالات؟ لا ريب أن المرأة تشارك في هذه الحياة، وقد كانت المشاركة من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، فمن وراء حجاب تلقى المؤمنون عنهن الألم النافع ورجعوا إليهن في المشكلات، لا سيما تلكم المشكلات التي تتعلق بالجانب الاجتماعي والتي لم يكن الرجال على علم بأطرافها، لأنهن يطلعن على ما لم يطلع عليه من هدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وماذا كانت النتيجة؟ وقد خرجت المرأة وكسرت الحاجز وتخطت الحدود ووصلت إلى حيث وصلت، ما هي النتيجة الآن في هذه المجتمعات؟ ألم يتفشى فيها عنوس الفتيات وكثرت فيها عزوبة الشباب واشتد القلق والاضطراب في الأسر وفي البيوت، فانتشر الطلاق انتشارا، وصار الأولاد بمثابة اليتامى إذ يحرمون من حنان الأم الرؤوم ومن رعاية الأب الأطوف، إذ هم مشردون غالبا عندما ينفصل أبواهم، عندما ينفصل الأبوان يبقون مشردين بين هذا وذاك، لا استقرار في كنف هذا ولا في كنف ذلك. فالأمر بطبيعة الحال وصل إلى حيث وصل، وكثرت المواليد غير الشرعية، وتفشت الفحشاء والرذيلة، ولم يعد الأمر مجرد استجابة لداء الفطرة بين الجنسين بالطريقة غير المشروع، بل كثر الشذوذ الجنسي بين الجنسين جميعا نتيجة هذا الانحراف. ففي مثل هذه الأجواء المسمومة وفي مثل هذه الحالات غير الطبيعية، هل يكون هنالك أمان على الناشئين من الجنسين جميعا، من جنس الذكور وجنس الإناث، وهم يعانون عنة هذه الحياة ويكابدون لأواءها، أن يكون من قبلهم تعاط للمخدرات وأن يكون هنالك ترويج في أوساطهم للمخدرات؟ فلا ريب أن الرجوع إلى الفطرة والتقيد بالآداب والفضائل والأخلاق التي فرضها الإسلام فرضا على المجتمعات
فيه السلامة وفيه الاستقرار وفيه الطمأنينة. فإذا المشكلة لا تعالج من جانب واحد، وإنما تعالج من شتى الجوانب. ونحن نرى كيف جاء الإسلام الحنيف بالعلاج الإيجابي، العلاج الذي هو من الداخل قبل العلاج الذي يفرض بقوة القانون والنظام. فالله سبحانه وتعالى ربى أولا الفضائل والأخلاق في نفوس العباد، ثم شرع الحدود لتكون هذه الحدود حاجزا بين الشاذين الذين لم يتأثروا بما شرعه الله سبحانه وتعالى من الآداب والأخلاق إذ لم يتقيدوا بها، والوقوع في الفحشاء والرذيلة والمنكر. فالحدود إنما شرعت في العام الخامس من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما شرع قبل ذلك ما شرع من الفضائل والأخلاق وخشية الله تبارك وتعالى واتقائه والعزوف عن اللهو والانغماس في حب هذه الحياة الدنيا. وعندما تربت نفوس المؤمنين على ما تربت عليه مما أنزله الله سبحانه وتعالى مما فيه علاجها، أنزل الله تعالى بعد ذلك الحدود لتكون رادعا لأولئك الذين يتنكبون الصراط السوي والذين لا يبالون بما يأتون وما يذرون. فنحن علينا أن ندرك ذلك، وأن ندرك أن مكافحة المخدرات لا تنحصر في فرض أقصى العقوبات على مروجيها، وإنما يجب أن تكون هنالك الفضائل المنتشرة في أوساط الناس. هذه الفضائل هي التي تحوط العباد بسياج حتى لا يقعوا في مثل هذه المخاطر. ولكن ماذا عسى أن نقول مع أن الترويج للفحشاء والرذيلة بشتى الوسائل، الترويج للفحشاء والرذيلة بوسائل الإعلام وغيرها، فالصحافة باستمرار تنشر الصور الفاضحة التي تحط من قيمة هذا الإنسان حتى يكون شرا من البهيمة العجماء. فإنه من المعلوم أن البهيمة العجماء جعل الله سبحانه وتعالى غريزتها بقدر ما آتاها الله سبحانه من قوة، بينما غريزة الإنسان تتعدى قوته. فشهوة الإنسان شهوة جامحة لا تقف عند حد. ولذلك نجد الحيوان الأعجم عندما يلبي داعي غريزته يستقر ويهدأ ولا يعود إلى طلب الممارسة مرة ثانية، بينما شهوة الإنسان تقوده إلى الكثير الكثير. وهذا كله من أجل حكمة أرادها الله، هذه حكمة عالية، إذ أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أن يكون بدنيا بطبعه، وأن يكون اللقاء بين الذكر والأنثى من جنسيه لقاء بناء يقوم على التعاون وعلى مراعاة الأسرة والعطف على الذرية. فعندما يكون الرجل منجذبا إلى المرأة وتكون المرأة منجذبة إلى الرجل ويكون لقاؤهما في إطار الفضيلة وفي إطار الحشمة والوقار وفي إطار شرع الله سبحانه وتعالى الذي يبني ولا يهدم، لا ريب أن هذا اللقاء يترتب عليه ما يترتب من خير. فلذلك وجد هذا الداعي المليح في نفس كل واحد من الجنسين، ولم يوجد مثله
في جنس الحيوانات الأجماوات، ولكن لا يعني هذا أن يؤجج هذا الشعار باستمرار بشتى الوسائل ببروز المرأة وإبراز مفاتنها للرجال واختلاطها بهم في شتى المجالات، ولا يعني ذلك أيضا أن تبرز الصور الفاضحة عبر الشاشات وعبر الصحافة وسائر وسائل الإعلام، فإن ذلك أمر يعود بالدمار. ومن المعلوم أن هذه المحافظة إنما تتأتى لكل واحد من الجنسين عندما يكون هنالك قيام بمسؤولياتها من قبل الجنس الآخر، فلا بد من أن يقوم الرجل وأن يقوم المرأة، كل واحد منهما يقوم بواجباته في المحافظة على الأخلاق والفضائل وصون النفس عن التردي في مهاوي الرذائل. نحن نرى كيف يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة إذ يقول عليه أفضل الصلاة والسلام محذرا من الخلوة بين الجنسين: ألا لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ويقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم، ويقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ويقول: إياكم والدخول على النساء. فقال له رجل من الأنصار: أرأيت الحم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. وقد ظهر هذا فعلا، ونحن اطلعنا من خلال اتصال الأسر وطرح مشكلاتها عبر الهاتف وعبر الرسائل، اطلعنا على ما تشيب منه الولدان، اطلعنا على ما تشيب منه الولدان من انغماس البيوت في الفحشاء والرذائل والعياذ بالله، وعدم مبالاة الأخ بحرمة أخيه، وعدم المبالاة من الأم بحرمة ابن أخيه، وعدم المبالاة من ابن الأخ بحرمة عمه، وعدم المبالاة من ابن الأخت بحرمة خاله والعكس. كم من فتيات وقعن في الفحشاء بسبب هذا كله. فالقضية ليست قضية هينة، إنما آداب الإسلام كلها جاءت من حكيم خبير يعلم فطر هذه النفوس، ألا يعلم من خلق وهو السميع البصير. فإذا لا بد من التخيل بذلك ومراجعة الحساب في كل ما يخالف هذه الآداب وهذه الفضائل، إذ الأمر جد خطير. والقضية إن لم تعالج في بداية أمرها كان العلاج مستعصيا فيما بعد، إذ المشكلة تتعقد كلما مر عليها الوقت وكلما سار الناس في طريقها.